تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لتعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم في مسجد الروضة بشمال سيناء. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن استنكار أثينا الشديد لهذا الحادث الإجرامي البشع، مؤكدا تكاتف اليونان ووقوفها إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب. من جهته أعرب رئيس السيسي عن شكره وتقديره لتسيبراس على تعزيه ومواساته، مؤكدا أن هذا الحادث الإرهابي لن يزيد الشعب المصري إلا إصرارا على مواصلة معركته الباسلة ضد قوى الظلام والإرهاب.